سيد أحمد أرفلي أبو علي، مواليد 1948. أبو علي، خبرنا أيام زمان، قلت لي كان الوالد بالبلد تحت. والله أيام زمان كانت أفضل من هالأيام بكتير، يعني بينبكى علي. وتاني شيء، بي كان درويش وفقير، كان يشتغل بالبلد بنزل السينما الروفلي، كان في سوق الخضرة. أنا كنت بقريتم بالمدرسة، اجي الظهر انزل لعنده بالسفارة السعودية بالضبط، كان الترين يوقف على راس بيروت على المنارة، اطلع امي تعطيني فرنك، ما اعطيه للزلمة، نط من محل لمحل اخذه وحطه بجيبتي وانزل عند بيي، اقعد عنده 3-4 ساعات بعد الظهر يوم اللي يكون عندي عطلة، وعود طلع الغراض معه ونطلع. ايام كانت حلوة كتير، وما كان حدا يعز شي عن نفسه. اليوم ما تأخذي بكلمة كيلو خيار ما بيقدر يجيب. هلأ الوالد شو كان يشتغل بالبلد؟ قلت لي حد الريفولي كان عنده محل، كان عنده محل خضرة، كان يبيع خضرة. هو كان في سوق خضرة كبير، أهم سوق خضرة ببيروت كان تحت 100%. سوق الخضرة معروف كان بنزلة الريفولي على البرج. أبدا، كان في منطقة اسمها الصيفي كمان، في واحد يعمل راس نيفة كان عنده فرن. شو اسمه؟ اسمه الجابر. أها، راس نيفة وكراعين وهيك أشياء؟ 100%. 100%. رزق الله على الأيام هيديك. شو بدي أحكيك؟ أنت هلأ هون بمنطقة التنوخيين، قبل كان محلك لسنين طويلة حد سينما الفرساي. هيدا محلي كان عقار لأهلي، يعني أمي وأخواتي. عمرته أنا هالمحل الصغير أنا وشاب، واشتغلت فيه شي 54 سنة، وبنيت عيلي من ورا، وعملت سروي صغيرة يعني ما بينحكى فيها، اصرفناها بهالسنتين هيدي هلا 2022، واخذونا مصرياتنا هلا البنك. بس كل عمرك من وقت من انت وصغير تشتغل بالكهرباء؟ ابدا، بشتغل حتى بالمدرسة ما تعلمت، ما كان إلي هواية. كان روح قلبي لعب الفوتبول والشغل. بتذكرك كنت تلعب فوتبول بأيام بالنهضة بالثمانينات. كنا نلعب فوتبول، أول شيء لعبت مع النجمة أنا وصغير، مع الكويس الله يرحمه، وبعدين لعبنا مع النهضة محمد عيتاني كمان الله يرحمه. ورحنا كنا نلعب على التليان كمان، في ملعب اسمه على التليان على بريستول نلعب فيه. حد مدرسة طليان بنفس المدرسة. دغري بوج اوتيل بريستول ابدا، طلع محله بنايه كبيره. هو ذاته، هو ذاته كان في ملعب نلعب فيه. كنت تروح على شارع الحمراء بايام العز؟ ما بيتنا بعيد عن شارع الحمراء 100 متر. مزبوط، انتوا قراب على ابو طالب. ابدا، يعني اخر الحمراء نحن. طب لما كنت تروح انت وصغير كيف كان شكله شارع الحمراء؟ بجنن، كان العالم بتلاقيها وجاهة وجاهة خير، يعني بتظهر بالليل ما حدا بيقول لك وين رايح وين جاي، وما حدا بيتعاطى مع حدا، وكل إنسان بياخد حقه. وين كنت تروح مثلا؟ كنت تحضر سينما بالحمرة، تشرب عصير؟ والله كنت انزل على البلد على البرج، احضر سينما الكريستال والراديو سيتي، واحضر يعني السينمات الرخاص. بس الروفولي والكذا كان غالي. شو كنت تحضر افلام؟ شو انا حب الطرازان والمصارعة وكاوبوي وما كاوبوي، كاوبوي وقواص وقوصني لقوصك. كله كانوا يعرضوه تحت. ابدا، وبتراب المصاري. وسينمات الحمراء؟ سينمات الحمراء ما كنت فتلة لانه غالية، وكنت احوال الوالد فقيرة. فكان بس بدك تحضر فيلم تنزل على البلد. ابدا على البلد، تاخذ الترام وتنزل. ابدا، انزل عند بي قول له جاي ساعة، روح احضر فيلم وارجع، بيقول لي وين كنت؟ بقول له عم بتمشي، ما قال له كنت بالسينما. دنيا، رزق الله على الدنيا الايام الحلوة. شو بدي احكيك، وصلنا هلا مع احترامي لك خي ما بيقول لخيه صباح الخير او بونجور.
تنزل على البلد ايام العز لما كانت تغلي غالي المنطقة تحت، نعم، وين كنت تاكل مثلا اذا بدك تاكل شيء هيك لقمة طيبة؟ اول شيء في فلافل كان فريحة، وفي فلافل المصري، هذول بنص البرج. وبعدين اذا كنت بدك تاكل سجق بسطرمة، كان في واحد قدام بقفة سينما الراديو سيتي اسمه هاجوب أرملة ببيع سجق وبسطرمة. وإذا واحد بده يشرب كان كاس عرق من الختيرة ياخد نص ساندويش ويعطيه كباية صغيرة وياخد حقه منه مشي. على الواقف يشربها يروح بيته. حلو. والأبرسلي شو كان يبيع؟ الأبرسلي أكبر مطعم كان بنص شو سوق البنات نحن منقول له. ليش سموا سوق البنات؟ لأنه كان في سوق. أوكي. سوق يعني نحن ما كنا نفتله. فالأبرسلي كان تونيك تروح تأكل عنده شو مشاوي يعني؟ عنده مشاوي وعنده سندويشات واللي بدك إيه. منطقة راس بيروت كيف شو رأيك فيها كونك ولدت فيها وربيت فيها؟ وين كان بيت أهلك هون؟ والله بيت أهلي كان بنزلة أبو طالب، بنزلة أبو طالب قدام سينما الفرساي. خلقنا بهذه الأرض وعشنا بهذه الأرض، وكانت المنطقة كلها هذه كلها كانت بسيتين. بقفة بيتنا كان فيه باسمه بستان وزاروب الحمندي كله صبار وما صبار. تفوت بالبستان ولا تطلع بآخره لتصفي بوش حمام العسكري بدك نص ساعة مشي، وكله تين ومتين وبتنقي وما حدا بيقولك شو عم بتساوي. وكان في بيت شهاب بيزرعوا نعنع وبقدونس قدام هيدا الشارع الدرويش الفقير. وكنت وشارع الحمراء هل كان في صبير ولا انت بتوعاله كان شارع مزفت ومزبط؟ كان شارع عادي. ما كان لا مزفت ولا من يوم ما هذا. بعدين تطورت الحياة شوي شوي، صاروا يعملوا لصار هلا بال 2022 صار الموجود ما هو. بس انت بتتذكره بأيام العز معلوم احلى شيء ايام الخير. شارع الحمراء كان يجوا السواح من اخر العالم بس لا يجوا على شارع الحمراء وعلى راس بيروت، وكانوا يروحوا بعدين على الروشة يقعدوا عند قهوة شاتيلة ويقعدوا على عند دبيبو ويقعدوا عند المحلات هيدي كلها اللي كاش في صخرة الروشة ابدا. بيشربوا قراقيل وبيتعشوا وبيتغدوا وكل واحد بعدين بيروح على. وكان في مطعم نصر هونيك مشهور، مطعم نصر 100%. وفي كان كان شو اسمه تبع السجق والبسطرمة بوش نصر، ايه مسيس. كان في مسيس كمان طلع عنده عالم مثل النمل كله عم يتعشى. اطيب صور اطيب سجق ابدا. وكان عنده قاعده جوا بتتعشى وبتشرب اللي بتريده واسعار عادي. وعلي كنت تنزل على الكورنيش وكنت تسبح تحت هونيك؟ نحن اللي كنا ننزل الكورنيش ما كان في هذا الحديد الموجود اول شيء. ثاني شيء بنزل حمام يعني. العسكري كله بحص من حمام العسكري لزاويه الكورنيش كله بحص، وكل وبتنزل وين ما بدك وكله صياده. وكان في هونيك كم مغاره للصياده يحطوا اغراضهم فيها 100%. في كان بيت المغربه وشباب تبعوا العين مريسي يجوا يتصيدوا هونيك، و حياة كانت حلوة كتير. وبيت العود كانوا تحت عنا، بيت العود جيراننا بكاراكاس كانوا مختار العود وقرايبينه وكذا وكذا كله يتصيد لنص ليل. كنت تنزل تسبح ولا تتصيد أكتر؟ لا والله أنا كنت أسبح صراحة، ما إلي هواية. هوايتي كانت لعب الفوتبول والشغل والسباحة. وهلأ بس نزل على الكورنيش كيف تلاقي صار أرتب شوي؟ بس الله هو أرتب بس ما بقى في واحد يفوت لمحل لا بمطعم ولا يفوت شيء. بس بنقول صار أحسن البلد وتحسنت والحمد لله يعني.
وقبل محل ما قلت انت محد الحمام العسكري، هلا اللي صار جزء من الحمام العسكري هذا كان كله بحث مين ما كان بينزل بيسبح، ولا حدا يقول لك وين رايح، بتنزل بتحط المنشفه وبتسبح وبتتصيد وبتنزل اكلاتك معك بتاكل، واخر النهار بتروح على بيتك. ما بيكلفك شيء ابدا. اذا الا بدك تشتري لك سندويشه شغله قصه ابدا شيء. بياع الكعك كان يوقف عيط كعك كعك كعك، قليطه كعكه ما تاخذني بكلمه، بعدين يجي تبع المنفوش بيجي تبع غزل البنات يبيعونا يوهن غزل البنات الابيض، في ابيض وفي ملون كان. أيه. في واحد اسمه احمد على البسكليت كان يجي يبيعنا تحت. مزبوط. وايه الدنيا الله الحمد لله ما تاخذني، صار عمري 75 سنه. هيدا ابني ما تاخذني بكلمه عليه، مدير شركه على اليونسكو تابعه لنيجيريا، بيته بالمنصوريه. أخذت له بيت بالمنصورية والحمد لله مرتاح كتير. الحمد لله. والله. وأنت بعدك براس بيروت؟ بعدي براس بيروت وما بغير عنه. كيف لحتى ابنك قرر يطلع يعيش بالمنصورية؟ لأنه ابني معاشر عالم كتير بهديك المنطقة. والشباب اللي معه عم بيشتغلوا كلهم من المنطقة فوق. من المنطقة متن. وتاني شيء حب إنه يقعد معهم، وتاني شيء المنصورية بتجنن. والشرقية بتجنن وكل العالم خير وبركة. أبو علي أنت شغلك هو نفسه المحل يلي كان بالحد الفرساي. نعم. هلأ تهبط المحل هونيك، باعوا الأرض العيلة وتهبط كله. قمت أنا جيت فتشت على محل بطلعت كنيسة سانتريتا عشمال ببناية عياد من 4 سنين، لقيت محل وقاعد فيه عم بتسلى بس. احسن ما اقعد بالبيت وعوز العالم، عم بتسلى والحمد لله. اشتغلت ولا ما اشتغلت، عندي صبي وبنت، بنتي بالكويت مجوزها وعندها ولدين، وابني علي الله يرضى عليهم بيساعدوني كتير. الله يخلي لك اياهم. طب انت هلا شغلك شو يعني؟ بشوف انه هون مثلا انت معروف بالمنطقه انه ملك الكهرباء. نعم. كل شيء كهرباء بتشتغل فيه. شو غير شيء عندك؟ بس الكهرباء وتصليح سخانات دفايات مكاوي، كل شيء كهرباء. بالبيت صار عندك عطل بدك تمد خط دش، بدك خط انترنت تركب تريات. ثاني شيء انا اذا ما مخرج لي 30 معلم مجوزين وكلهم عندهم بيوت وقاعدين مرتاحين. والحمد لله. شو هيدا شحات؟ شايف عندك حاطة ليرات لبنانية قديمة. والله هيدول الليرات أنا بحب الأنتيكة، ومين ما عنده شيء بجيبه. هيدول قدما أيام لما كان الواحد منا عمره 7-8 سنين، فرنك وعشرة وليرة ونص وقرش. كان في النجل كمان. ها عندي فرنك المبخوش هيدا كمان، هيدا فرنك المبخوش هذا ما تاخذني بكلمه قبل ما نخلق نحن. مزبوط. وهي ال 25 ليره وال 50 ليره والخمس ليرات عليها صوره المتحف والليره بعلبك وال 250 اول ما نزلت كانت اكبر من اكبر تعبي الجزدان يعني. كانوا يقولوا سجاده. وهيدي ال 100 ليره مشهوره الزرقاء. ايوه هيدي ايام العز كانت تنصرف بكل العالم، بتروح معك ليره لبناني باي بلد بالعالم بياخدها منك. ابدا الله ابدا عم تحكي الدغري. وهلا من بعد ما صار بلشت قطعات الكهرباء انه صار هلا كثير الاشياء الناس تاخذ بطاريات، ما هيك؟ ابدا بطاريات وشرجرات وهيدول البطاريات بالارض نحن منغيرهم لهيدول الفوانيس. ايه هيدي نحن منغيرها للفوانيس. يعني هذا الفانوس اذا خلصت بطاريته بيجي الواحد بيجيب لك الفانوس بتغير له. ابدا حتى ما يكبه. وبيدفع ما تاخذي بالكلمه على اليوم سعر الدولار غالي شوي، بس احسن ما يكبه او فره. صح. وهول الاشياء كمان بتبيع منهم. كل شيء ببيع منه كل شيء. مش
الناطور بش منه ومقافز هيدريت. كمان بتاخد ورشات مثلا اذا بنية اذا شقة بعدها جديدة بتاخد توصيلات يعني بتستلمها بتوصل فيها كل شيء؟ كنت اخد كل شيء وكان عندي شغيلة واشتغل معهم بايدي، بس اليوم بهالعمر لا بقدر اطلع على سلم ولا بقدر بحمل تريا وعلقها بالسقف لانه ما تواخذي بالكلمة العمر له حق. بس بالاول ما في شيء كان يصعب علي. كنت اطلع على سلم لركب تريا على سلم فردي وحده. هلا ما تواخذني اذا واحد بدي اطلع اثنين بدك تمشوا لي السيبه بخاف لانه واحد زوله عيونه ضاغ كذا ما بطلع ابدا. هلا وقفت كل شيء. بس بتشتغل بالمحل؟ بشتغل بالمحل، واذا واحد عنده شغله صغيره على الواطي بالبيت بروح بسوي له اياها. بس انه مثل اول انطينات شرايط انترنت وعلى العالي لا ابدا. ابو علي شو هالصوره هاي؟ هيدي صوره كنا نلعب فوتبول نحن وشباب راس بيروت. ونطلع على الجنوب، وتاني شيء في صديقنا كان الحج شومان موجود هون معنا هلا ساكن براس بيروت هو من الجنوب. وهيدا انا هون لما كنت باول طلعتي. هيدي الصوره مثلا هي اي سنه؟ بالخمسينات ولا بالستينات؟ لا هيدي بالخمسينات. حلو. وهذا الفريق اي فريق كان؟ فريق راس بيروت هيك نلم حالنا ونروح نلعب فرن الشباك، نلعب على الطيونه، نلعب على الوزاعي. ابدا كان في ملعب على الوزاعي بقفا ملعب الجولف. في السجر هنيك ابدا نروح نلعب ثلاث اربع متوشه ونظهر على بكره نجي عشيه على البيت. حلو حلو هذا الفريق. وعملته هيك طقم مقلم وكل شيء؟ كل شيء عملنا مثل ما شايف. وهيدي الصوره هدانيا الحج. والشباب التانيين ما عندك اي اسم؟ ما بتعرف شو صار فيهم هون او لا؟ والله لانه تفرقوا توزعوا كله صار شيء برات البلد، شيء نقل من المنطقه 100%. لكن هذا فريق فوتبول راس بيروت بالخمسينات؟ ابدا. حلو. نحن هون بشارع ادونيس. شارع ادونيس مشهور انه في كنيسه سانت ريتا، بيطلعت حمام العسكري هيدا. وفي جامع شتيلا بوج بعض. وكان في محل سميث على الزاويه. مزبوط فوق على الزاويه باتريك سميث توفى هذا. مسكر المحل. كان سوبر ماركت كثير مشهور، اشهر شيء باتريك سميث. كان بالسبع بالخمس من اهله من الخمسينات ولا؟ ابدا كان ايام ابوه. ايه سوبر ماركت سميث كان من اشهر شيء باتريك، وقريب على الجامعه الامريكيه وقريب على البي يو سي كليه بيروت الجامعيه اللي هلا اسمها الجامعه اللبنانيه الامريكيه. ونحن كنا نروح نلعب بملعب الجامعه. اللي بقفى اللي بوش مخفر حباش بالضبط. مزبوط كان في ملعب فوتبول نلعب فوت نلعب جوا ما حدا يقولنا شو عم تسيبه. هلا صار تابع للاي سي 100%. حد ما بصفوا باصات الاي سي 100%. كان في الطرزي ببيع البوظة على الزاوية. كيف كان الطرزي؟ بيجنن. شو كنت تاكل عنده؟ كان عنده ميري كريم اشهر شيء. عنده بوظة والبسكوتي عنده طيبة كثير. مثل عم تاكل كنافة لو اكلتها حاف. وكان مشهور عنده مثل حبل غسيل معلق عليه كله غزل البنات. 100%. بتقول له بدي كيس بنزل لك بقطف لك الكيس من فوق. ابدا. والفريسكو نزل الفريسكو كمان. وبعدين اجوا الباقيين بليس هاوس وهالشغلات، بس هو من الاساس هونيك. شو بيع؟ كان في مطعم سقراط كمان هونيك. مطعم سقراط كان مشهور، مطعم فيصل كنت تعرفه؟ 100%. كان بلزق الترومبا بوش مخفر حباش بالضبط. اها. نعرفه من قديم كثير.